رجعنا مرة تانية ولسه مكملين معاكم فقراتنا في 7 في 7 على شاشة تايم سبورتس، وبنوصل معاكم دلوقتي لفقرة الفيك نيوز. طبعا الساحة الرياضية زيها زي أي مكان تاني بتبقى لنا إشاعات، لكن احنا هنا إن شاء الله بنكشف لكم كل الحقائق بتاعت أي خبر انتشر على السوشيال ميديا. والخبر بقى اللي انتشر على السوشيال ميديا في الفترة الأخيرة كان إن بعض لعيبة المغرب أو منتخب المغرب كانوا سهرانين في نادي ليلي، وده في الوقت اللي كان بعد الفوز على جنوب أفريقيا في آخر ماتش في دور المجموعات. وكمان الناس قالت إن هم سهروا في النادي الليلي ده من غير إذن من المدرب الفرنسي إيرفي رينار. طبعا الخبر ده انتشر كتير جدا بعد خروج المغرب من البطولة، وده طبعا كان امبارح على إيد بنين، وظهرت بقى صور لنجوم مغاربة كتير زي حكيم زياش وأشرف حكيمي ويوسف نصيري، لكن الحقيقة إن اللعيبة كانوا سهرانين فعلا لكن في فندق على النيل، وبعلم كمان من الجهاز الفني لمنتخب المغرب، وكمان أتوبيس المنتخب هو اللي وصلهم لغاية الفندق ده، وهو برضو اللي رجعهم مرة تانية. واللعيبة كمان راحوا الرحلة دي كنوع من أنواع الترفيه طبعا والابتعاد عن الضغوطات، وما حصلش في اليوم ده أي حاجة غير مألوفة، ده طبعا بناء على كلام من جوه الجهاز الفني للمنتخب المغربي، ما حصلش أي حاجة غير مألوفة أو أي حاجة مش مسموح بيها.